خير؟ جايين نستلم البيت يا أبو عطا. ها، وأنا ما راح أسلمكم البيت ولو على روحي. لا تعارض يا أبو عطا، رح ناخذ البيت ولو بالقوة. وأنا عامل لك ما راح أسلمكم إياه ولو على روحي. شو ما عم تفهم يا أفندي؟ ابعد هيك عن الباب، بعد تبعد عن الباب وامشوا من هون. فوتوا على البيت. طول بالك طول بالك، وين 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 فايت؟ طول بالك يا ابني. شوفي يا أفندي شوفي، هذا مو شغله. هدي حالك شوي يا أفندي، هدي حالك، خلينا نتفاهم. ما في تفاهم، واليوم بده يسلمنا البيت وهلا. شو يا بعطا؟ مثل ما أنك شايف يا أبو جوزيف. لك يا عمي مهلوه كم يوم بس لبين ما يلاقي بيت يسكن فيه، بعدين أنتوا ما عطيتوه عواضه لهذا البيت. مو شغلتي، بيراجع الحكم دارية بيعطوه بيت بداله ما بيعطوه، ما دخلني أنا. اليوم بدنا نستلم البيت وهلا. عم بقول لك بس مهلوه كم يوم لبين ما يلاقي بيت يسكن فيه، يعني بدك ياه ينام بالطريق هو وعياله؟ يومين وبس. يومين يومين. ماشي. شايفة حماني يا بعطا؟ شلون عم يتزور ابوك وابنه؟ شفته اخي لك ما شفته. شو بتسميها يا اخي؟ شو بتسميها؟ شو الى اسم هاي غير تحدي؟ يا عيني عليك، هذا اللي بدي اسمعه منك، مشان هيك ما حدا يحكي معي ولا كلمه شو ما عملت معهم. ها يلا يا ابي، يلا كملوا شغلكم. يلا يلا يا ابي. هلا جايين معي على بكره الصبح مشان تهز بدني، ما قلت لك ما بعرف شيء. انت ما جبتني اصلا من هنيك يا ابو حمدي؟ شلون يعني اصلا؟ فهمني يا هاي، ما فهمتها. انت اللي بليتني هالبلوي، انت غدرت فيني يا ابو حمدي. وزين كلامك بناجي، انا ما غدرت فيك. انا لو بعرف بدي يصير معك هيك كنت جيت عندك بذات نفسي وشرحت لك شو صار بالحارة. وانت مانك قاصد جيتي على الحارة مشان شي تاني يا ابو حمدي؟ مثل شو يعني؟ يعني مثل بدك تاخذ تارك من عيلة الصواف مثلا. هلا شو انا بعيلة الصواف؟ يلي بيننا انتهى صفحة وطويناها. والقتلة يلي اكلتوها يوم العرس؟ مين قال لك هالحكي؟ دريت من ناس خناقة صغيرة صارت بساعتها تلفلفت، نحن ما حبينا نكبرها مشان الاولاد يتجوزوا، بس ابو عطا ضل يبس راسه بده يطلقهم. بعدين دخيلك شو القصة يعني؟ خبرني يا ابو حمدي، انتهيت ولا لا؟ لك نصيب ما في، بعدين كل واحد راح بحال سبيله. لو يا ابو ناجي، انت بتعرف انه انا بحبك وراح اضل واقف جنبك شو ما صار. يا مو، قلت لك انا ما بدي اروح. قولي على كسرتك لهلا ما لبستي. يا مو، لازم نروح نكسر السفرة عنده. شو نحن مشتهيين اللقمة يعني؟ الست إيمان هي اللي عزمتنا مع مرت عمك نورية. يا مو نحن ما لنا فاضيين، عنا شغل بالبيت. اي يلا خلصينا بلا لعي. يا مو هن عندهم خدامة ونحن عنا تعزيل بالبيت، ما لنا فاضيين. خلصينا خلصينا، يلا يلا امشي امشي. إيه ما بدنا نتأخر. يا
ربيتك على هالقصة. روح جيب لي نارا. حاضر مهلا. تعال قبل ما تروح لم الأبعيد. عم لا شو القصة هي؟ إذا الميات مو سخنية اليوم ما راح يفعلك إجراء. لا سيدي ميات مثل النار. بقى لا تلبسها. أنا عم تلبسها لك أبو فهمين. إيه سيدي مشان ما تدفع الإجراء. هو أنت قلته ما راح أدفع لك الإجراء شو رأيك؟ لا سيدي بدك تدفع الإجراء وفوقها إكرامية كمان شو رأيك أنت؟ ها ولمين الإكرامية إلها؟ للشغيلة تبع الحمام يا بي. سيدو أنا ما راح أدفع لا إجراء ولا إكرامية شو رأيك؟ كأنك رجال بتحط رجليك برات الحمام لشوف. عم تهددني أبو فهمي؟ روح عنا يا أجي أفندي. أنا أجي أفندي. كلا بعدين شفت لي شو بده أبو فهمي؟ شو بده؟ قال شو؟ بده يعني أدفع إجراء الحمام لأوفوها إكرامية للشغيلة. أنا عدم مؤاخذة أولادي ما بكرمون. إيه عدم المؤاخذة. أنا الحمام ماني فاتحه سبيل على روح المرحوم جدي. شو يعني؟ يعني مثلك مثل غيرك. وإذا بيجي أبو حمدي بذات نفسه بده يدفع الإجرة والإكرامية كمان. شو أبو حمدي ناشي؟ علين حمدي. شو قصته المختار؟ لا لا ولا شيء. تعال أحكي لك قصة. تعال بعد اللي صار مع ناجي نويت ارجع على اسطنبول وبعد عنا. يا ريت يا ريت نسافر بكره. راح ابيع كل شيء اشتريته بالحاره ولو بخساره. ايه عشر عشر الله يخليك. شو عليه يا ابو فهمي؟ خلصنا لك حمدي. شبك قلنا لك شغله صغيره خلص خلصت لا تحط ببالها. لا ماني حاطه ببالي خلص نسيته. تعال هون لا ابو فهمي. مول سيد حدي. لك انا من يوم يومي بعرفك بتحب الفتن بالحمام. انت شو لك على ابو بعدنا اذا دفع الاجره ولا ما دفعها؟ هو جربان سيد حمدي جربان. لك جربان ولا مو جربان؟ انت شو لك على الحمام ملك ابوك شي؟ لا مو ملك ابي. معناها حمين ضربوا طريقك ونقلع من هون. لا سيدي ما بحق لك تقلعني من الحمام بوجود معلمي بالحمام. شو عم تحكي بدال؟ هيك عم تقلع ما لك صاحب الحمام وتقلعني من الحمام. مالك حق حمدي؟ مالك حق تضربه وتقلعه وانا موجود؟ لا سيدي هاي كان لازم تصير من زمان. شنو حمدي لما كان ماسك الحمام هداك لا كان يقدر لا يحوس ولا يلوس. وانا هلا اللي ماسك الحمام ما بحق لحدا يتدخل بشغيلتي غيري. ولا انا ناجي؟ لا انت ولا غيرك.